أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البشارة لأولياء الله والخسارة لأعداء الله. نحن تحدثنا عن علم الله بمخلوقاته وأنه يشهد أعمالهم وسيجزيهم عليها بعد الحساب الدقيق، لأن الله لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ونتم حديثنا عن أولياء الله الذي بدأناه في آخر الحلقة الماضية، لنبين أن الله يبشر أولياءه في الخير والسعادة الأبدية، والتهديد الشديد للأشرار من المشركين. فيقول سبحانه عن أوليائه: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. لهم البشرى، الضمير يرجع إلى أولياء الله. وأذكركم بأن قلنا أولياء الله ما بشرط يظهر لهم كرامة أو ما يظهر لهم كرامة. نحن نثبت للأولياء الكرامة ولا نكذبها. إذا ثبت أن هذا الإنسان يستقيم أو هو مستقيم على أمر الله فلا نكذب ولا ننكر. وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. ولكن ليس كل من ادعى الولاية هو ولي. مثل الآن من يدعي أنه الأمير والخليفة وأمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسدس ورشاش بجواره، واللي بيفتح تمه وخبطه بيطلق النار عليه أو بيذبحوه ذبح النعاج، هذا ما هو خليفة رسول الله، هذا خليفة المخابرات الأمريكية التي رسمت مخططا لتضرب المسلمين باسم الإسلام، الإسلام المشوه الذي ينفر الناس في العالم من الإسلام. فأولياء الله هم الذين يتبعون أمر الله، يطيعون أمر الله كما قلت سابقا وأعيد وأكرر، ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شرع وبين. هؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا، نعرفهم في الحياة الدنيا أنهم مستقيمون على أمر الله. أما إذا كنا نراهم يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بيشرب سيجارة رشه، ما رب لحيته تقتله، هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ بدأ باللحية وترك العقيدة في الداخل وربط القلب بالله. هؤلاء إما أنهم يجهلون فاستخدمتهم المخابرات في توجيههم وجهة غير صحيحة، أو أنهم من المغضوب عليهم يعرفون الحق ولكن على هذا الطريق يصلون إلى المال وإلى الزعامة وإلى العز، فلا يتغش تغرهم أنفسهم بهذه الزعامة، لا يلبثون أن معبودهم اللي وظفهم ومشاهم بهذا الطريق من المجرمين ومن شياطين الإنس والجن أن يغضبوا عليهم فيضربوا الصفحة عنهم ويستبدلوا هذا الدولاب. كيف لما بضرب دولاب سيارتك وتشيله وتحط صغيره، شيلوهم وحطوا غيرهم إذا رأوا البديل.
ولكنهم قوم لا يفقهون، كما قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين بأنهم لا يفقهون. المؤمن الصالح الذي يطيع الله ورسوله ويتولى الله بالطاعة ويتبع رسوله، هؤلاء الصنف من أولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشارة يعني لهم الخبر السار المفرح في الحياة الدنيا من الله سبحانه وتعالى بما يسرهم من النصر، من التمكين، من الرؤية الصالحة، أي نوع من أنواع البشارة. حتى ولو لم يكن هناك نصر أو كذا، ترى نفوسهم مطمئنة لله، منسجمة مع قدر الله، يعملون بأمر الله. ولو وجدوا ظاهرا ما لا يسرهم فقلوبهم مسرورة بالله، ولا يوجد في قلبهم يأس من النصر والوصول إلى ما وعدهم الله، فهؤلاء في سعادة، بينما غير المؤمنين في شقاوة، في شقاوة، في يأس، في خوف على الدنيا، لأن كل الدنيا هي مقصدهم، فإذا زالت الدنيا قتلوا، ضيعوا الدنيا والآخرة. أما المؤمن فإنه يرى الثناء الحسن من الناس، وهذا من البشارة، وتطمئن قلبه ويثبت على الحق ويسر به، وهذا من البشارة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم، نتولى أموركم في الحياة الدنيا. فثبتوا الذين آمنوا، الملائكة تثبت المؤمنين، وهذا من البشارة في الحياة الدنيا. وقد روي في معنى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أنها الرؤية الصالحة، ترى للمؤمن أو يراها المؤمن. وروي أيضا أن البشارة في الحياة الدنيا هي قبل الموت، فعندما يموت المؤمن يرى ملائكة الرحمة فينفتح قلبه، فإذا جاء ملك الموت سالت روحه كما يسير الماء من القربة، من سياق وبسهولة، فيقبضها ملك الموت ويسلمها لملائكة الرحمة فتصعد بها إلى السماء. فهذه بشرى، يرى منزله في الجنة، هذه بشرى. فالبشرى في الحياة الدنيا عند الموت وقبيل الموت. الوحي انقطع، ولكن بقي شيء واحد، وهو الرؤية الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له. رؤية يعني منام، يراها ويعلم ويستيقن أنها من الله، فتشجعه وتثبته على طاعة الله، فينسر بطاعة الله أكثر مما هو مسرور ومنساق ومستقيم على أمر الله. لا مبدل لكلمات الله، هكذا الله سبحانه وتعالى حكم بأن البشرى للمؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا مبدل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام: الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. الرؤية الصالحة كما قلت لكم قبل قليل المنام، يعني شوفوا منام صالح مبشر بخير ليزداد على عمل الخير، مو الرؤية اللي بشوف إذا كان يعني عمل معروف أو أطاع الله بشوف أشياء محزنة، لا، يشجع على عمل الخير فيستقيم عليه ويزداد منه. وروي عن جمع من الصحابة والتابعين تفسير البشرى بالرؤية الصالحة. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه ويثنون عليه به، طبعا هو يعمله لا ليحمده الناس، يعمله مخلصا لله، ولكن عم يسأله إذا كان الناس مدحوه على هذا العمل. الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه ويثنون عليه به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني هذا الرجل الله عجل له بشارة، بتذكره بأنه هذا العمل الصالح هو صالح، فيحبه الناس من أجله ويمدحونه.
وروى ابن جرير الطبري عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له، وهي في الآخرة الجنة. هذه أيضا بشرى في الآخرة الجنة. وأيضا كما ذكرت لكم روي عن عدد من الصحابة وهم تربوا بمدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البشرى هي بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة، لأنه ورد في أحاديث صحيحة أن الكافر والفاجر عندما يحضره الموت يرى ملائكة العذاب عن بعد فيفزع، ونفسه يعني روحه تتشبث خاف، فيأتي ملك الموت فينتزعها انتزاعا كما ينتزع الشوك من الصوف المبلول. في شوك له شوكات كتير، إذا حط في الصوف المبلول ما بيطلع إلا يقطع في الصوف إنه شد، فينتزعه ملك الموت، ينتزع روحه انتزاعا، فلا يلبث أن تأتي ملائكة العذاب فتأخذها منه وتذهب إلى السماء، فلا تفتح لهم أبواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيؤمر به فينزل إلى الأرض والعياذ بالله تعالى، ويعاد إلى الأرض، ويأتي السؤال في قبره. أما المؤمن فإنه عندما يحضره الموت يرى ملك الموت بأحسن صورة، ويرى عن بعد ملائكة الرحمة تنتظر حتى تأخذ هذه الروح الكريمة الطيبة كما ورد في الأحاديث. فعندما يأتي ملك الموت تنساق روح المؤمن انسياقا كانسياق الماء من فم القربة، شلون تنصب بسهولة، فيأخذها ملك الموت ثم يستلمها ملائكة الرحمة فيصعدون بها إلى السماء، فيرى بعض أصدقائه وبعض أقاربه فيسألونه: ما فعل فلان؟ فيقول له: أما جاءكم فلان؟ ما جاء عندكم، معناته هذا من الفجار اللي هو في سجين وليس في عليين. ثم يقول بعضهم لبعض: اتركوه قليلا فإنه الآن خرج من غم الدنيا. الدنيا غم يا إخواني، غم، دار ابتلاء، يفتن بها من لا يفهم، ما في سعادة كاملة في الدنيا. السعادة الكاملة في العبودية لله والتحرر من العبودية لغير الله تبارك وتعالى، في التحرر من الأهواء والشهوات، فلا يكون الإنسان عبدا لها، إنما يكون عبدا لله، يطيع الله في أمره فيما أمره بكل خير، ويجتنب ما نهى الله عنه من كل شر يسوءه أو يسوء أفراد مجتمعه. إذن المؤمنون يستقيمون على أمر الله، فيبشرهم الله في الحياة الدنيا بالرؤية الصالحة أو ترى له، وأول ما يدخل في القبر اللي هي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. عندما يأتيه ملائكة السؤال أيضا له البشارة: استبشر. الكافر يقول له: من ربك؟ يقول: ها لا أدري، من ربك؟ الشار الأسد، الرب سيد المطاع، يعني من ربك؟ ما بيعرف، لأنه كان أول ما يجي بشار الأسد اللي قبله هذا سواء انقلاب عليه صار ربه، وبعدين بنروح بشار الأسد بصير ربه واحد تاني. أرباب متفرقون أم الله الواحد القهار؟ بيسألوا ملائكة الموت: من ربك؟ يقول: ها لا أدري، كما ورد في الحديث الصحيح. ما دينك؟ شو دينه؟ علماني يعني، لا ديني؟ ما له دين؟ ما في حد ما له دين، بس دينه غير دين الحق، ولا دين إلا دين الحق. يقول الكافر: ها لا أدري. ما شأن الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: لا أدري، من هذا محمد؟ ما بيعرف، يعرف ستالين، يعرف لينين، يعرف بوش، يعرف طوش، هذول بيعرفوا، يعرف الزعيم الفلاني،
يعرف الرقصة الفلانية؟ هل يعرف الرجل الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. قال فيضربونه ضربة ويصيح صوتا يسمعه كل الكائنات مع الإنس والجن، لأن الله جعل أسماع تسمع زلزلات معينة. حتى الدواب عندما تمر في المقابر ترفع أذنيها وتسمع أصوات لا يسمعها الإنس، وهذا إعجاز ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. أما المؤمن فيقول له الملكان، شوفوا البشارة، يأتيانه بأحسن صورة، يقول له من ربك؟ يقول ربي الله. ما دينك؟ الإسلام. من ما شأن الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول هو حبيبي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبي وقرة عيني، أنا أتبعه ما أعبده، وأبلغ عن الله. فيفسح له في قبره فيكون قبره روضة من رياض الجنة. أليست هذه بشارة؟ قبل يوم القيامة بمر عليه الوقت إلى يوم القيامة كأنه لحظات، يتمتع بالحور العين وبالبساتين وبالطعام وبالشراب على غير الشكل الذي في الحياة الدنيا، لأن تمتع روحي له أثر على الجسد. هذا البشارة تكون في القبر في بداية دخول الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. انظر إلى ما يقوله الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله، ربنا الرب السيد المطاع الإله المعبود. انظر نفسك يا إنسان، هل تطيع الأهواء والشهوات وتجتنب وتترك ما أمر الله جانبا؟ هل تطيع بشار ونشار وعفار وبطيخ وتترك طاعة الله؟ أنت انظر إلى نفسك. الإنسان هو أدرى بمعرفة نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرر وتقول والله غشوني وفهمت وظنيت ومدري إيش، لا، اختبر نفسك. من ربك؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على أمر الله بوسطية دون زيادة ولا نقصان، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما يأتيكم في المستقبل، أنتم السائرون إلى الجنة، من القبر روضة من رياض الجنة إلى القيامة إلى الجنة، جنة الخلد. ألا تخافوا ولا تحزنوا على ما تركتم في الدنيا. في الدنيا يا إخواني كان واحد عنده 3 عمارات، خربت عمارة بزعل، لما موت بترك الدنيا كلها. الملائكة تقول له لا تحزن على ما تركت في الدنيا، في شيء أعظم بكثير. تركت زوجي هناك زوجات، تركت ثمار ولزائز هناك لزائز، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هكذا أخبرك الله وبلغ رسول الله الصادق المصدوق. إن كنت تؤمن تصدق، أما إذا كان ما عم تصدق منهمك في الدنيا وتارك الآخرة، ما قال لك ربك اترك الدنيا، قال لك امشي فيها باستقامة وسلام كما أمر الله، ألا تخافوا ولا تحزنوا على ما تركتم في الدنيا وأبشروا، هون البشارة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذا قال العلماء يوحيه الله عن طريق الملائكة في قلب المؤمن، المؤمن إيمان صحيح، لأن آخر الآية نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الملائكة يتولون تثبيتها، تثبيت المؤمن على الإيمان. أما اللي في نفسه حبل الضلالة وميل، ولياذ بالله تعالى بجوز في آخر عمره يميل قلبه عن الحق ويزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بعض الدعاة الذين يزعمون أنهم يدعون إلى الله وأنهم متخصصون بالدعوة، تراهم يدعون إلى بشار ونشار وحجار ولا يدعون الناس إلى طاعة الله. ما هذه الدعوة؟ أسأل الله العافية ألا يجعلنا ممن يضل على علم. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة
في رواية فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. صار عمره كبير 60-70-80 سنة وقرب على القبر، ما بقى في شيء كثير. إذا ما يدخل الجنة وهو مستقيم على أمر الله، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أسأل الله العافية. أما المؤمن إيمان حقيقي المخلص لا سلطان للشيطان عليه، لأن الملائكة تثبته والله يثبت قلبه. وقد كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فأكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: إن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، فقالوا: أيتها الريح أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتخرج من فمه روح يعني كما تسيل القطرة من فم السقاء كل سهولة. وأما بشرى المؤمنين في الآخرة فمما ورد في ذلك، قال الله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وعدكم الله بالجنة إذا أطعتموه وتحررتم عن العبودية لغيره، هذا اليوم توعد فيه، تفضل. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. ترى الكفار أيها الأخ المؤمن يقول ويقول، هذا يقول أنا لا دين لي، وهذا يقول أنا ديني كذا، وهذا يقول أنا أحب كذا، يحبون غير الله كحب الله أو أشد والعياذ بالله تعالى. فربنا سبحانه وتعالى يقول: لا تهتم أيها المؤمن بقول هؤلاء الكفار الفجار الذين يفعلون بالحق، إن العزة لله جميعا. العزة المنع والقوة. بعض الناس يا إخواني يتخذون زيد من الناس ربا فيطيعونه، عاش فلان نحن من أنصار فلان، بصير شبيح لأنه فلان عم يعطيه فلوس، بظن أنه هذا فلان هو مرزق وكذا، ما بيعرف أنه روحه وروح فلان بإيد الله. فالله يبين له أن القوة والمنعة لله، هو الذي يطاع والذي يخشى. أما هذا مخلوق يأتي ملك الموت بلحظة بشيله، شوك إذا ضربته والسمم دمه ما بلحقوا للمستشفى. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، السميع لأقوالكم العليم بأفعالكم فسيحاسبكم عليها، فانتبهوا. ألا إن لله، ألا استفتاحية للتنبيه، انتبهوا. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، هو مالك الكل، والمالك هو بتصرف في ملكه. ما ظن أنك إذا أطعت فلان من الناس نجوت، أو قدست شيئا شعارا صار مثل الصنم وراءه طاعة وتبعية وتسلط لفلان نجوت وصلت إلى أغراضك. لا، قد تحصل شيء من الدنيا ولكن بقدر الله إذا شاء الله، قد لا تحصل. كثير من الناس من مشى وراء فلان وإذا به قبل أن يصل للربح خسر. أحد الأشخاص حادثة واقعية، مشى خلف الوزير فلان مشان يحطه في معمل مدري إيش إلى آخره، رئيس معمل يشفط ويهرب، و وصل الأمر به إلى أنه زين زوجته وراح لعنده يزوره، جلس معه شيء نص ساعة وبعدين اعتذر قال له يعني خلي فلان عندك عندي شغل برجع، راح ورجع بما اعتدى على عرضه والعياذ بالله تعالى، فخسر عرضه. وكان سيادة الوزير جهز له القرار وأمر بطبعه، فطبع ووضع على المنصة وانتهى الدوام. راح الوزير ينام في بيته وصار انقلاب عسكري في الليل، وما أكثر الانقلابات. الدول العظمى تتصرف في السوق، الدول الصغرى بخطة جديدة غير نظام عصبة الأمم، لا الله، هيئة الأمم المتحدة بكل خبث ومكر. صار انقلاب عسكري، شافوا على أخذ الوزير من بيته وحطوه في السجن، شافوا على طاولة الوزير فلان الفلاني متعين في مركز عظيم، معناته هذا من جماعة الوزير،
راحوا على بيته قبضوا عليه نزلوه في السجن مع الوزير. خسر زوجته وخسر الوظيفة، ما استطاع يصلي السرقة. من الذي خلق ومن الذي يوصل ومن الذي يقدر؟ إذا كان السبب الانقلاب العسكري، ولكن من هو المسبب والمحرك للبشر؟ الله يحرك ذلك ابتلاء لهم. فكن مع الله ولا تكن مع العبيد. ألا إن لله من في السماوات من مخلوقات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. عندما تطيع غير الله وتستحل طاعته بما يغضب الله وبما يعصي الله جعلته لله شريكا. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. يتبعون الظن أي الوهم، أشياء ظنية غير حقيقة. وإنهم إلا يخرصون يعني يكذبون ويتوهمون. يتبعون أوهام، الأمور بيد الله. فخلق الله أسباب ومسببات من أجل أن ينظم الناس حياتهم ويعرفوا، ولكن مسبب الأسباب هو الله. كم من إنسان بنى بيتا وجهزه وكاد أن ينتقل إليه؟ أنا أعرف كثير من هذا النوع، وقبل أن ينتقل إليه بيوم أو بأيام جاءه ملك الموت فنقلوه إلى القبر وترك البيت لغيره. فكل شيء في الكون لله. لا تتبع الظن فتتبع غير الله وتكون عبدا لغير الله. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ومن الأدلة على أن الله بيده كل شيء، هو خلق لكم كل شيء. انظروا اسمعوا، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه تهدأوا وترتاح أعصابكم. الراحة يا إخواني ليست في النوم فقط، الراحة في الهدوء والظلام، لأن في غدد اسمها الغدة الصنوبرية تحت الدماغ في الحجرة العينية والعظم مثل الصنوبرة. هذه الغدة لا تعمل إلا في الظلام. عندما ينام الإنسان في ظلام تشتغل، فإذا مر فترة طويلة ولم تشتغل هذه الغدة يصاب الإنسان بحالات نفسية وباكتئاب ومشاكل نفسية، ما بيرتاح. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا حتى تذهبوا إلى أعمالكم وشؤونكم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هو الذي جعل النهار مبصر الليل. اسمعوا يا أخواني، شوفوا المعجزة وعظمة الله. عندما يصعدون في الفضاء الخارجي إلى الأعلى في النهار ويرتفعون عن الأرض ارتفاعا كبيرا يرون العالم كله في ظلام، ويرون الشمس كأنه قرص بنفسجي والكون كله مظلم. وين النور؟ ما في. النور عبارة عن قشرة على الأرض. كيف حصلت هذه القشرة؟ صح بتوجه الشمس، ولكن لماذا لا تضيء بقية الكون، النصف من الكون فوق الأرض؟ لا. قشرة. ولذلك جاء في سورة ياسين نسلخ منه النهار، كأنه النهار عم ينسلخ سلخ مثل الجلد، فهو كأنه جلدي. كيف عرف محمد صلى الله عليه وسلم هذا؟ كان عنده صواريخ طلع للقمر؟ الله خالق الإنسان الذي اخترع الصواريخ هو الذي علمه. فصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، واتقوا الله أيها الناس وارجعوا إلى الله فمصيركم إليه شئتم أو أبيتم. طالما أن ملك الموت أمامكم فلا بد لكم من هذه الرحلة من الحياة الدنيا إلى الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبضنا على الإيمان وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. أفلا يتدبرون؟
مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.